السلام عليكم. اليوم طالع برحلة على معبد قديم في مدينة قريبة من داريان اسمها اللوشن. الكبير الإله للبوذيين قديم جدا جدا من 2000 سنة تقريبا. هدموه في الحرب اللي صارت بين اليابانيين والصينيين، والحكومة الصينية رجعت بنته في 2003. فيها ذهب، مش كلها مصنوعة من الذهب، لكن فيها عنصر الذهب في صناعتها. نبهوا علينا في المعبد انه ما نحكي بصوت عالي لانه مكان مقدس بالنسبة لهم. هذا عبارة عن صلوات للبوذيين. تغيبي في الفترة السابقة عن اليوتيوب، تقريبا صار لي أكثر من شهرين ونص تقريبا بجوز ما نزلت ولا فيديو وما شاركت بأي مشاركة على اليوتيوب. فصراحة الوقت ضيق جدا، باخذ حاليا كورسات لغة صينية زائد أبحاث دكتوراه شغال عليها. عايشة عايشة لما هذا مكان حلو كثير زي بيوت قديمة مبنية على الطراز الصيني القديم ومحاطة هيك بحيرة. هذا الفروق بمعظم الأماكن اللي فيها معابد للصينيين للديانة البوذية، بيكون موجود بوسط بحيرة والناس بيرموا كوينز أو عملة معدنية لأنهم بيعتقدوا أنه هذا ممكن يغنيهم بالمستقبل، ممكن يجيب لهم أموال أكثر بالمستقبل. وهذا هو الإله الغاضب، شايفين كيف كشر؟ نطالع على خيمشان اللي هو معبد. الآن دخلت المعبد أنا. لاو شي دي شي شما سيان سيان لو عود البخور يعني. فلما سألت اللاوشي شو معناها بالضبط فحكت لي ما بعرف، هي كلمة أجنبية وما إلها معنى باللغة الصينية. هذه التماثيل أمامي الآن، فهذا الإله أو التمثال
داعس على أرواح شريرة، هي تمثيل الصغيرة هاي اللي تحت رجله بتكون أرواح شريرة، وماسك بإيده العصاية هاي عشان يدافع عن نفسه فيها. التمثال الثاني ماسك بإيده تنين أو دراغون، هاي معناها جاستس أو العدالة، يعني زي قاضي هو بيعدل بين الناس. برج صغير في المعبد بيرموا برضو فيه فلوس كوينز ويعمل معدنية، لأنهم برضو بنفس الشيء بيعتقدوا إنه ممكن هاي تغنيهم بالمستقبل يصيروا أغنياء. حتى لاوشين اللي معي المعلم بدها ترمي كوينز هلا. لاوشين جايو جايو جايو. وهاي كمان الوشز أو الأمنيات، الناس بيجوا ينحتوا على الخشب. هو الرولاي، الرولاي هو الكينج للآلهة كلياتهم الموجودين، هذا هو الكينج للديانة البوذية، رولاي اسمه بالصيني. فلوس وبسموه لك التمثال على اسمك، وهذا من خلاله انت او المقابل بكون يعني بعطيك بروتكشن او حماية لإلك في المستقبل. موجود خلفي انا اسمه سونزين جوان مين، هو معناته الاله اللي بعطي المولود، فاي شخص بده مولود او يرزق بابن فبيجي بصلي لهذا. إن حدا يجي ينتقدني يحكي لي شو بدك بالثقافة هاي، شو بدك تزور هيك معابد، شو بدك بهالأشياء هاي، والله صراحة الواحد لما يزور أماكن زي هيك ويتعرف على ثقافات ناس ما عندهم دين بيصنعوا إله وبيعبدوه، الواحد هيك بيزيد إيمانه، لأنه هيك بيشعر إنه هو على صراط المستقيم يعني.